أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ مصطفى. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. أهلا بك. ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC. شكرا أوي وشكرا على ضيافتكم. شكرا جدا. ممكن تخبرنا عنك وعن بداية الشركة في دولة الإمارات؟ إحنا أول ما بداية شغلي أساسا كان في مصر، تمام؟ مجالي خاص بتصليح السيارات، تمام. بقالي اكتر من 10 سنين في مجال تصليح السيارات، تمام، في مجال التصليح السيارات بوجه عام، تصليح ميكانيكا، تصليح كهرباء، تصليح سمكره خارجيه للسياره، تغيير الوان السيارات، صبغ، تعديل السيارات. بعد كده حبيت ان انا اطور من الشركه عندي وان انا اوسع المجال، فقررت ان انا افتح في الامارات فرع اقتصاد تاني للشركة خاص برضو بتصليح السيارات. بقالنا هنا 5 سنين الحمد لله، عاملين شغل كويس جدا، سمعة الحمد لله كويسة، وبحاول ان انا اطور في المجال بتاعي ان انا اقدر اواكب المنافسة تبقى كويسة. ممكن تخبرنا عن الخدمات المقدمة من قبل الشركة تبعك؟ انا عندي الخدمات اللي تبتدي من اول تصليح الميكانيكا، الكهرباء، مكيف السيارة، تمام، برمجة السيارات، وبعد كده عندي الهيكل الخارجي، عندي سمكرة، عندي صبغ سيارات لو في أي خدوش خاصة بالسيارة. والصبغ عندي متقسم كذا قسم، في عندي قسم خاص بالصبغ، وعندي جزء خاص بتلميع السيارات بولشينج، عندي نانو سيراميك، عندي بي بي اف لو في حد عايز يغير لون السيارة من غير ما يلجأ لصبغ السيارة، وإن أقدر أنا أعمل تغيير اللون بس عن طريق الستيكر. عندي تعديل سيارات، تحويل، بحول مثلا الموديلات القديمه زي مثلا ليكزيس، زي رينج روفر، زي المرسيدس، زي البي ام، زي خاصه المرسيدس جي بلس، انا اقدر احولها من 2013 او 14 و15 ل 2020 و2021. عندي طبعا ديتيلينج للسيارات كامل، يعني بحاول ان انا اقدر ان انا السياره اول ما تخش عندي المركز كل الخدمات تبقى متاحه عندي للعميل، ان هو ما يلجاش يروح لاي مكان تاني، لا العكس، يبقى مستريح جايب سيارته عندي يقدر ان اعمل كل الخدمات اللي هو يطلبها ويستلم السياره جاهزه. كيف تميزتوا في ظل المنافسات الشديده في دوله الامارات؟ يعني اول حاجه انت عشان تقدر تواكب المنافسه لازم يبقى عندك فريق عمل كويس جدا، دي اهم حاجه. اهم حاجه لو انت عندك فريق عمل كويس دارس فاهم بيطور نفسه بكورسات ودورات تدريبيه، انت هتبقى عندك استريحت في شغلك بنسبه 70-80%، وال 30% الباقيه هتعتمد على التجهيزات والمعدات اللي عندك. وان انا اقدر اطور من نفسي ان انا لازم يبقى عندي تحديث في الاجهزه دايما اللي عندي علشان نواكب تحديث السيارات. بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له، شو هي الخطه المستقبليه للشركه؟ ان انا اقدر اطور المجال بتاعي، ان انا ادخل مجال السيارات الكهربائيه، تصليح السيارات الكهربائيه، وان انا اقدر ان انا واكب الشركات في تطويرها في مجال السيارات، ان انا برضه يبقى عندي تجهيزات تواكب التطورات دي. بالنهايه، ما هي الرساله اللي بتحب تقدمها لدوله الامارات على نعمه الامن والامان وعلى الدعم المتواصل للمستثمرين؟ طبعا انا بشكر جدا دوله الامارات على الامن والامان وعلى المجال اللي فاتحينه خاصه للناس الوافدين اللي بيقدروا هنا يعملوا مشاريع. ده يعني انا شايف ان ده اكبر نجاح قدر يحققوه، ان هم مسهلين او مدين سهوله في ان واحد يقدر يفتح اي مجال ويحقق اللي هو عايزه باقل التكاليف او اقل راس المال. ممكن تخبر المشاهدين عن كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا معك؟ الاول احنا مكاننا في دبي في منطقه راس، في المنطقه الصناعيه راس الخول 2، تمام. يقدروا يتواصلوا معنا عن طريق صفحات السوشيال ميديا الخاصه بينا، فيها كل التفاصيل عننا، فيها ارقام تليفوناتنا، فيها اللوكيشن بتاعنا، فيها موقعنا بالظبط، تمام، على التيك توك وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك، ويقدروا ان شاء الله نرد على كل اسئلتهم. شكرا كثير استاذ مصطفى. لا العفو علي، العفو، شكرا. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناه ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.